طيب احنا المرة اللي فاتت كنا وقفنا فين؟ كنا دخلنا في التماثل شوية. بدأنا في السيمتريك ستراكشرز، العنوان واضح قدامنا اهوت، وشرحنا امتى اعتبر مسألة متماثلة لما الاقي ثلاث حاجات حصلوا، يعني مسألة متماثلة في اللودز تمام، متماثلة في السبورتس، متماثلة في الانرشن. متماثلة في اللودز يعني اللود اليمين زي الشمال، متماثلة في السبورتس عندي فيكس يمين يبقى فيكس في زيه فيكس شمال، ومتماثلة في الانرشا او في الجيومتري يعني عندي هنا العمود ده 3 اي يبقى الناحية الثانية الاقي عمود 3 اي. لازم الشروط دول يتحاووا مع بعض، لازم الثلاثة يتحاووا مع بعض علشان نقول على مسألة سيمتريك. طيب لما المسألة تطلع سيمتريك استفدنا ايه؟ لقينا في علاقة بتحصل ما بين السلوبس وبعضها او روتيشن وبعضها تمام؟ واثبتناها المرة اللي فاتت او احنا يعني درسناها المرة اللي فاتت. قلنا مثلا مسألة زي دهيت هنتوقع الديفورم شيب يبقى حاجة بالشكل دوت، الكاميرا دي لفت كده وبعد كده العمود دوت هيلف مع الكاميرا عشان يبقى 90 درجة، الجوينت يبقى 90 درجة، السيتا هيت لفت انتي كلوكوايز سيتا بي يبقى هي نفس الزاوية سيتا بي، وقلنا ايه العلاقة بينها وبين السيتا اللي هي الناحية التانية اللي هي سيتا سي دهيت، سيتا سي دهيت قلنا في علاقة بينها وبين السيتا بي، ايه هي؟ معنى الكاميرا بتلف والعمود هيلف معاها عشان يحافظ على الجوينت، يحافظ على 90 درجة بتاعتها. ادي الجوينت اهي اتلفت سيتا سي برضه، العمود لف سيتا سي، يعني الكاميرا والعمود كله في نفس لف في نفس الزاوية سيتا سي. ايه العلاقة بين ثيتا بي وثيتا سي؟ التماثل واضح ان هما ايه؟ صح صح كده يا شباب؟ عكس بعض في الاتجاه. ثيتا بي نيجاتيف سيتا سي. تمام. طيب ثيتا بي نيجاتيف سيتا سي. طب والجردل اللي تحت ايه لفت كده عشان الجوينت دي وايه تحافظ على نفس 90 درجه بتاعتها، يبقى العمود دوت لو هو لف ثيتا دي مع عقارب الساعه يبقى الجردل ده يتلف ثيتا دي مع عقارب الساعه، ولو الجردل ده يتلفت ثيتا اي عكس عقارب الساعه يبقى العمود دوت هيلف في ثيتا اي عكس عقارب الساعه. العلاقه بين ثيتا اي وثيتا دي ان هما بيلفوا قد بعض وعكس بعض يبقى هما نيجاتيف القيم بتاعته. طب وانا امبارح المره اللي فاتت سالت سؤال مهم جدا، قلت هو السبورت دوت اعتبره السبورت انترميديت سبورت ولا ايدج سبورت، يعني الهنج دوت اعتبره انترميديت سبورت ولا ايدج سبورت عشان ده يفرق معايا. الناس المره اللي فاتت سالت لك انا اعتبر ده انترميديت سبورت، وبناء الكلام دوت يعني احنا ليه اعتبرنا ان ده انترميديت سبورت؟ بالمناسبه يعني هو الناس قالت يعني في مجموعه من الناس قالت لك لا انا اعتبره انترميديت سبورت، فانا قلت لهم صح، بس انا ساعتها بقى انا اللي وضحت السبب. ايه بقى السبب؟ حد فاكر؟ يا رجاله سمعت سلا شولسين؟ في حد ما سمعهوش؟ لا تمام سمعنا. ايه اللي خليني اعتبر ده السبورت دوت سبورت داخلي مش طرفي؟ بسبب البيم اللي بين A و D. ايوه عملت ايه؟ صح انت قلت صح. ايوه هي عملت ايه بقى؟ قلت البيم بين A و D بسببها اللي هو عملت ايه؟ يا رجاله عملت سيتا ايه ودي؟
عملت ما بين العمود الكاميرا والعمود حصل بينهم ايه؟ يعني السيستم ماشي كده 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 خليته كلوز حصل مش كلوز يعني هو العناصر بينها اتصال كونتينوس كونتينوس عناصر متصله في كونتينيوتي فالكاميرا دهيت عملت كونتينيوتي ما بين العمود اليمين والعمود الشمال فالسبورت دهوت يعني ايه كونتينيوتي الكاميرا دي مثلا ده احنا شرحناها في الاول دي كاميرا مالها مثلا دي كونتينوس ولا مش كونتينوس اولا كام سبان تو سبانز تمام كونتينوس ولا لا ايوه دو. طيب السبورت اللي في النص دوت ده انت ميت سبورت ليه علشان في كاميرتين كونتينوس محملين عليه تمام الفكره دي هي تيبيكال الفكره دي انت عندك دي كاميرا ودي الثانيه ودي الثالثه الثلاثه كونتينوس مع بعضيهم فالسبورت دوت مش سبورت طرفي ده سبورت داخلي طب لو الكاميرا دي قلنا لو ما كانتش موجوده كنا نعتبره سبورت خارجي طرفي انا هيبقى هنج سبورت تمام طب ايه اللي هيفرق في الحالتين يعني انا في الحاله الاولانيه او في الحاله الثانيه ايه الفرق بينهم ايه اللي هيفرق ما بينهم في تصنيف الكاميرا هيبقى عندي مش هنتجاهل سيتا ايه وسيتا دي ايه صح وايه كمان هيبقى في بينهم علاقه ايوه تمام ماشي صح الكاميرا بقى نوعه يبقى ايه يعني في الحاله الاولانيه لما يكون ده سبورت داخلي الكاميرا هيبقى نوعه ايه اللي هو الكاميرا اللي هو بي اي واي دي ودي سي هيبقى نوعه ايه كان هيبقى فيكسد انجن بعد كده دلوقتي بقى فيكسد لا خلينا دلوقتي في الحاله الاولانيه السبورت دوت سبورت داخلي وفي كونتينيوتي ما بين الثلاث عناصر السبورت دوت سبورت داخلي يبقى الكاميرا يعتبر ايه فيكسد ده والكاميرا كلهم ولا جزء منهم لا المفروض كله كلهم يا جماعه هيبقوا فيكسد كلهم هيبقوا ايه فيكسد اهو زي ما انتم شايفين كله فيكسد لو كاميرا اي دي ديت ما كانتش موجوده تمام لو الكاميرا دي ما كانتش موجوده كان ايه اللي حصل كان الهنج سبورت دوت كان يعني بقى سبورت طرفي فالثيتا ايه والثيتا دي هنتجاهلهم كنا هنتجاهلهم مش بس كده العمود بي اي وسي دي كان هيبقى نوعه ايه؟ فيكسد انجد فيكسد انجد طيب تمام يبقى احنا كده بنراجع التماثل ده هنا محور تماثل عدى على ايه؟ عدى على كاميرا محور تماثل عدى على كاميرا او عدى على نص كاميرا طب في احتماليه ان محور تماثل ما عديش على كاميرا هيعدي على ايه؟ يعدي على جوينت طب لو محور تماثل عدى على جوينت اتفقنا ان الاسلوب عند الجوينت دهيت بكام؟ زيرو شرحنا القصه دي مره فاتت شرحنا ليه زيرو خلاص يبقى محور تماثل لو عدى على جوينت تمام لو عدى على جوينت بيبقى الاسلوب عندها ايه زيرو طيب لو محور تماثل عدى على جوينت وعمود يبقى الجوينت دي بقى فيها ايه اولا الاسلوب عندها بكام زيرو تمام بلس هعتبر جوينت سي ديت مش جوينت عاديه هعتبرها ايه فيكسد سبورت زي السبورت اللي تحت ده فيكس حقيقي ليه احنا قلنا المنظر ده كده معناه ان جوينت سي مش هتتحرك يمين ولا شمال مش هتطلع ولا هتنزل عشان في عمود مش هتلف يعني مش هيحصل لها سلوب او روتيشن فده تعريف الفيكسيشن فبعتبرها فيكس سبورت تبقى دي المساله بتاعتي هي دي مسألة بتاعتي محدش يقعد يحل المسألة الكبيرة دي كلها ويضيع وقته. لا أنا هحل نص المسألة ديت ده الفريم المصغر أو ريديوست فريم عبارة عن مسألة عبارة عن كاميرتين هي دي مسألتي. طب ليه العمود اللي في النص أنا هو ده هو أنا ما جبتش سيرته هنا في البندنج مومنت أو في المسألة عموما. عشان ما لهوش مومنت.
عشان معلوش بيندج مومنت. ليه؟ صح عشان ما فيش احمال. لا العمود في النص يا جماعه زيرو بيندج مومنت ليه؟ مش عشان ما فيش احمال. رجاله عشان المومنت اللي هيجي له من يمين وزايد اللي هيجي له من شماله. يعني مومنت هيجي له من يمين يعني ازاي برضه؟ يعني هل ينفع مثلا المومنت يكون كده؟ لا مش هينفع، علشان كده مش هيبقى فيه تماثل. بالظبط، يبقى مش هينفع المومنت يكون كده. مش هينفع يكون كده. يبقى الحل ايه؟ ان المومنت يبقى عليه بزيرو. لو انا عملت الرسمه الاولانيه يبقى انا كده بوظت التماثل، عملت الرسمه الثانيه يبقى انا بوظت التماثل. طبعا مش هينفع ارسم 200 مومنت في يعني في نفس اللحظه. ففيش قدامي غير ان انا ايه الغي المومنت، يعني العمود دوت مش هيجي له مومنت، مش هيجي له بندنج مومنت. هيبقى زيرو بندنج مومنت، ماشي؟ فالعمود دوت يبقى زيرو بندنج مومنت. الفريم ده يعني بيقابلنا كتير في المصانع، يعني المصانع يعني الشغل الموجود ده في السوق. عندك يعني ارض فاضيه فبنعمل عليها مصنع بالشكل دوت، دي البوابه بتاعت المصنع، في بوابه هنا المنظر ده ممكن تبقى هنا او هنا. بس فتبقى انت عارف العمود اللي في النص دوت لما يكون عليه احمال راسيه مش هيجي له بندنج بوت. طيب عايزين نبدا كده نحل مساله فيها تماسك. المسألة ده انا دهيت يا جماعة متماسك ليه؟ هل اقول عليها symmetric structure؟ symmetric لانها محققة كل الشروط، متماسكة في السبورتس، متماسكة في الجيومتري او الانرشا، متماسكة واحد يقول لي فين الانرشا؟ يعني فين الانرشا اي؟ وانا لو ما جبتلكش سير عنها يبقى تعتبر كل الكاميرات مالها كل اعمده ليها انرشا واحد اي ومتماسكه في اللودز، عشان المساله ده هي سيمتريك. طيب ماشي، ده كلام جميل. والممبر في النص دوت اسمه ايه؟ لينك ممبر. لينك ممبر. لينك ممبر صح. بس انا هكتب كده جمله مهمه جدا عشان مش هينفع في الدرس ده اقول لينك واسكت، لا ده ريجيد لينك ممبر. ريجيد ريجيد لينك ممبر، مش لينك ممبر عادي، ده ريجيد. يعني ايه ريجيد؟ يعني مش هيحصل له استطاله ولا انضغاط، مش هيحصل له اكسيال ديفورميشنز، مش هيحصل له استطاله ولا انضغاط. ليه الكلام دوت؟ علشان لو لينك دوت الاستيك، الاستيك يعني بيحصل له استطاله وانضغاط، يبقى انا كده هدخل في القصه كده بتاعت السوي. فانا بما ان انا المنزله ديت كل المسائل فيها ما فيهاش سوي، فعشان الفريم دوت ما يحصلوش سوي لازم الفريم اللينك دوت يكون ريجيد. ريجيد يعني لو اللينك ده طوله 8 متر زي ما هو مرسوم، يبقى بعد التحميل هيبقى طوله ثابت 8 متر. يعني لا يعني بيحصل له استطاله ولا بيحصل له انضغاط. تمام؟ تمام يا دكتور. عشان ما يحصلش سوي. طب ايه علاقه ده بالسوي؟ يعني ايه سوي؟ نتكلم في كده بعدين. طيب المساله ديت سيمتريك. حلو. هنحلها كلها ولا نحل نصها؟ لا نصها بس. مين بقى نصها؟ محور التماثل هيكون عند نقطة سي. دي حصل لها ايه دي؟ بقى عندها السلوب زيرو. ايوه تمام. يبقى انا اول معلومة، طبعا انت لازم اول معلومة تعرفها هو المجاهيل في مسألة مين، يعني مين هي الانونز في مسألة بتاعت كل جوينت. فاول جوينت عندي جوينت سي دهيت، الثيتا عندها مش مجهولة بالنسبة لي، ده انا عارفها ثيتا سي بزيرو، وثيتا ايه وثيتا اي مالهم؟ فيكسيشن فبزيرو برضو. زيرو. طيب اصبح عندي مجهول هو مين؟ ثيتا بي وثيتا دي، هل في علاقه بينهم؟ ثيتا بي بتساوي نيجاتيف ثيتا دي. كويس عظيم. طب انا دلوقتي المساله بتاعتي ديت احل نصها، يعني كم كاميرا وكم عمود ولا ايه بالظبط؟ هتبقى كاميرا وعمود.
ايوه بالظبط، كاميرا اللي هي بي سي ديت، والعمود اللي هو بي اي دوت. طيب التصنيف بتاعهم يبقى ايه؟ يعني الكاميرا ده والعمود ده هيبقى فيكس فيكسد ولا فيكس انجل ولا هيبقى ايه؟ الاثنين فيكسد فيكسد. طيب تمام، يبقى انا كده هفصل ادي الكاميرا والعمود واعرف فيكس فيكسد خلاص، وابدا احسب الفيكسد اند مومنتس ديو تو الاكسترنال لودز. عندك العمود دوت فاضي مفيش عليه اي احمال، فمش هيجي له ايه؟ فيكسد اند مومنت ديو تو لودز. لكن عندك الكاميرا ديت عليها اللود اللي انتم بتسموه اللود الطاير دوت، انتم بتسموه كده الحمل الطاير خلاص، فبيكون فيكس ان مومنت دبليو ال سكوير على 12، حيث ال على المنظر اللي قدامي دوت الحمل الطاير دوت ال ال ب 4 خلاص. طب جبنا فيكس ان مومنت، طب انا عندي هنا كام فاينل مومنت؟ اقوم جاي ارسم كل الكاميرا بين قوسين عشان اعرف عندي كام فاينل مومنت، ارسم كل كاميرا بين قوسين يبقى عندي كام فاينل مومنت؟ 4. أربعة تمام. طب هو أنا ليه ما أجيبش ست لينك ممبر وأنا بعمل الكلام ده كله؟ عشان يعني ليه ما أجيبش ست لينك ممبر؟ اللينك ممبر دايما المومنت عليه بزيرو. أيوه تمام، لينك ممبر زيرو بندنج مومنت زيرو شير فورس، فاللينك ممبر مش عليه بندنج مومنت تمام؟ فمش هجيب أي سيرة ليه عنه في الجزئيات دي كلها، مش هجيب سيرة عنه في بندنج مومنت أساسا. تمام؟ طيب احنا دلوقتي عندنا اربعه فاينل مومنتس، الفاينل مومنت اللي هو عند اي بي وعند بي اي تمام وعند بي سي وعند سي بي، اربعه فاينل مومنتس كل واحد فيهم بثلاث ترمات. طب عايزين بقى نبدا نرصهم، فانا مسكت اول واحد اللي هو ام اي بي دوت، شفت الفيكس اند مومنت ديو تو لود بزيرو اهوت، بعد كده الترم بتاع الاسلوب هيبقى 4 و2 ولا 3؟ لا 4 و2 علشان فيكسد فيكسد. كويس، والعمود دوت ليه 1 اي، والارتفاع العمود او طول العمود 6 متر، وثيتا هنا هتبقى ثيتا اي وبعد كده ثيتا بي خلاص، ومفيش عندنا ايه سوي. طيب هنرص بقى الاربعه فاينل مومنتس بالمنظر دوت. بعد كده طب هكنسل الترم ده وهكنسل الترم ده، المنظر دوت كنسلت ثيتا ايه علشان ثيتا ايه بزيرو، وكنسلت ثيتا سي لان محور التماسك بيعدي على جوينت سي، فالثيتا عندها بزيرو ثيتا سي بزيرو، هيبقى لي مجهول وحيد هو ثيتا بي، يبقى مساله ديت فيها مجهول وحيد اللي هو ثيتا بي. اجيبه ازاي؟ يبقى بي اي بس بي سي هيبقى ايكوال زيرو. ايوه تمام، عملت هنا اتزان عزوم عند جوينت بي، مجموع الفاينل مومنتس عندها بزيرو، انت جامع تجمع ام بي اي بلس ام بي سي ايكوال زيرو، وانت جايب الاسلوب طلع ايه؟ بوزيتيف 1636. يعني ايه اسلوب بوزيتيف؟ يعني الجوينت ديت هتلف كله كويس طالع احمال كله كويس، ده منطقي. طيب جبنا الاسلوب خلاص، هنطلق بقى الخطوه الاخيره اللي هي خطوه الفاينل مونت، عوض القيم السلوب يعني عوض عن اي اي سي بي، عوض عنها بالقيمه اللي هي 1600 خلاص. يعني تعالى كده يا جماعه نتفرج على اول فاينل مونت. اول فاينل مونت اللودز ما ساهمتش يعني فيه بحاجه، يعني اللودز ما جابتش حاجه، واللي جاب الفاينل مونت هو مين؟ والترم بتاع مين؟ السلوب. تمام، جاب قد ايه؟ جاب 654. طب الفاينل مومنت اللي بعديه اللي هو البي ايه؟ اللودز تاثير لودز بزيرو، لكن التاثير اللي جاب لك الفاينل مومنت هو مين؟ هو السلوب. خلاص؟ تعال بس نشوف الفاينل مومنت اللي هو السي بي دهوت. انت عندك هنا اللودز جايب لك فيكس ان مومنت 2400، والسلوب هنا جايبه برضه مومنت حوالي 500، فطلع المجموع 2900. تمام، يبقى انا عندي الفاينل مومنت بيكون من مجموعه ترمات فيكس اند مومنت ديو تو لودز وديو تو سلوب وديو تو سوي، بس ما عنديش سوي هنا في المساله، فالثلاث ترمات دي بيشكلوا مع بعض الفاينل مومنت. بعد كده انا قسمت من المومنت دوت ازاي؟ كنت جاي على كل كاميرا كل عمود قسمهم من قوسين، دي اول حاجه.
لسه ما حطيتش اي اتجاهات، انا بقول كل كاميرا من قوسين. طب بعد كده احول القوس لاتجاه، فالقوس دوت اللي هو قوس المومنت ام اي بي ده بيلف ازاي؟ هو طالع بوزيتيف ده خليه يلف مع عقارب الساعه. طيب القوس دوت اللي هو مين؟ اللي هو بي اي تمام، بيلف ازاي؟ مع عقارب الساعه بوزيتيف. القوس دوت لو فانا مومنت بي سي ده ماله ده؟ بيلف بنجد في عكس عقارب الساعه اهو. طب وفانا مومنت دوت سي بي بيلف بص في يعني مع عقارب الساعه اهو. احنا كده عملنا ايه؟ وقعنا العزوم. نبدا بقى نرسم، هنرسم ازاي ناحيه دي لسه؟ خلاص فهنا دي لفوق متراسم فوق، هنا دي لفوق متراسم فوق، هنا دي لبره متراسم بره، هنا دي لجوه متراسم جوه. بعد كده قمت انا موصل هنا ستريت لاين لان مفيش عندي هنا يونيفورم لود او سيمبليت لود. طب موصل بين القيمتين دول ببارابولا علشان عندي هنا ايه الحمل اللي في الجدول اللي هو الطاير، وهيجيب لك دروب هنا قد ايه؟ دبليو ايه؟ ال سكوير على 8 حيث ال هو الطول الافقي بتاع الحمل الطاير، الطول الافقي اللي هو 4 متر اللي هو ده. ماشي يا رجاله؟ تمام يا دكتور. بعد كده اللينك من بره اهو رسمه وحاط عليه الكحكه الكبيره دي. يعني ايه كحكه دي؟ يعني ما فيش عليها بندج مومنت. بالظبط كده. زيرو. تمام. طب ايه اللي يحصل يا شباب لو نفس المساله تتهلك؟ ده انا عامل كده اهو. حد كده يقول لي ايه الاختلافات اللي هتستجد؟ يعني هنا البي دي بقت كاميرا مش لينك ممبر. ايوه. في مومنت هتزيد، يبقى في بي دي ودي دي. ايوه. والنوتة دي ودي هيبقى ساعتها هيبقى عندها ثلاثة مومنت مش اثنين. ايوه. دي والنوتة دي. نقطة بي هيبقى عندها ثلاثة فعلا مومنتس. ودي برضه يبقى عندها ثلاثة. طيب هنحل المسألة كلها ولا نص المسألة؟ لا نصها برضه، السكيل هتبقى في المتر. تمام. وجوينت سي ديت مالها؟ برضه السلوب عندها يبقى زيرو، سيتا بتاعتها قصدي تبقى زيرو. تمام. لما اجي احل نص المسألة، نص المسألة هيبقى عبارة عن يعني قول لي اسامي الكاميرات، قول لي كاميرا كذا وكاميرا كذا. هيبقى A B و B C و A يعني A B و B C بس كده. المفروض الكاميرا اللي في النص مكان ما هنعد الكاميرا في النص هاخدها كلها. يعني انا بقول لك نص مسألة بس مع ذلك الكاميرا في النص هاخدها كلها، يعني هاخدها بكامل الطول بتاعها. خلاص. طيب وانا برص معادله الفاينل مومنت، لما اجيب سيرت مومنت ده بالذات اللي هو ام بي دي هيدخل معايا في معادله ثيتا بي وثيتا دي 4 و2، هيدخل معايا ثيتا بي وثيتا دي 4 و2، يعني 4 اي اي على ال ثيتا بي بلس 2 اي اي على ال ثيتا دي. اقوم ساعتها شاطر على الثيتا دي دهيت واحط مكانها ايه؟ نيجاتيف ثيتا بي. بالظبط كده. الناس يعني فاهمه ايه اللي حصل دلوقتي؟ فاهمين احنا بنتكلم في ايه؟ وانا برص الفاينل مومنتس دهيت، برص الفاينل مومنتس، لما اجي ارص الفاينل مومنت ده بالذات اللي هو ام بي دي دوت هيظهر عندي ترم الاسلوب اللي هو 4 و2، 4 اي اي على ال ثيتا بي بلس 2 اي اي على ال ثيتا دي. طب انا عندي هنا مجهول زياده اللي هو ثيتا دي، مش عايز اكتر على نفسي مجاهيل، ففي علاقه بين المجهولين دول، ايه العلاقه ما بينهم؟ ان هم قد بعض بنكتف. ماشي يا رجاله؟ تمام؟ تمام يا دكتور. تمام. طيب المسألة دي الفكرة عايز اتكلم فيها، اتكلمت فيها يعني مرتين، موضوع العلاقة بين الستوبس وبعضها. الحاجة التانية عايز اتكلم فيها موضوع الكانتيليفر ده.
قلتلك انت كتليفر في عندنا ثلاث انواع هتقابلنا في الدرس دوت. في نوع احنا قلنا المره اللي فاتت في نوع خارج من جوينت زي ده، ده خارج من جوينت افصله بره على جنب لوحده تمام، والفيكسد اند مومنت بتاعه ديو تو لودز يعني هنا 6 في 2 ب 12 يعني فيكسد اند مومنت هنا ب 12 هو نفسه نفسه هو نفسه نفسه ايه اللي هو هو نفسه نفسه فانا مومنت يعني فيكسد اند مومنت ديو تو لودز هو نفسه فانا مومنت خلاص ومفيش تاثير ايه للسلوب او السوي. طيب في عندي كانتيليفر بيكون خارج من الكاميرا او من هنج من الكاميرا يكون خارج من هنج من الكاميرا فبعتبره تبعها بيطلع ايه معاها للمنظر ده خلاص. في نوع بقى تالت احنا قلنا نتكلم عليه او هيظهر معانا بعدين اللي هو كانتيليفر اللي هو خارج من عمود او مزروع في عمود، كانتيليفر خارج من العمود ده يعني بعد كده في الديزاين هتلاقي يقول لك اسمه ايه اسمه شورت كانتيليفر، يقول لك اسمه شورت كانتيليفر او اسمه كوربل الكلمه دي اسمها بعدين كوربل كوربل تمام كوابيل القصيره كوربل. كانتيليفر خارج من العمود ده اهم في ايه بقى يكون عندي كوربل اخد هضرب الفورس في المسافه وهجيب مومنت على الكاميرا بالظبط. انا هعمل حاجه اسمها لود ترانسفير يعني هنقل الحمل من طرف الكانتيليفر هنقله هنا ايه للعمود هنقله هنا تمام. يعني انا عندي هنا مساله طلعها بره اهي فيكسد الكانتيليفر دوت لو عليه 12 هنقل اللود 12 من هنا اجيبه هنا. هيتنقل ازاي بقى؟ ازاي هيتنقل اللود من مكان لمكان او من نقطه لنقطه؟ بيتنقل ازاي؟ بيتنقل نفس القيمه بنفس الاتجاه مع اديشنال مومنت. مجا اي لود في الدنيا مجا انقله من مكان لمكان بيتنقل نفس القيمه بنفس الاتجاه مع اديشنال مومنت. يعني 12 دقيقه هتيجي هنا 12 برضو نفس القيمه ونفس الاتجاه نزل تحت مع اديشنال مومنت. اديشنال مومنت ده قيمته قد ايه؟ اللود البعد بتاعه 12 في 1 ب 12 خلاص. وماسح بقى ايه كانتيليفر ده خالص انا كده عملت ايه لود ترانسفير نقلته بالمنظر ده تمام. طيب انا عندي الحمل الاكسل او النورمال فورس دوت مش مهم بالنسبه لي قوي فمش بنركز عليه ممكن امسحه مش بنهتم بيه مش بنهتم بيه يعني في القضيه بتاعت البيندنج مومنت بس هو طبعا هيبقى مهم بالنسبه لي لو انا الموضوع تطور معايا ودخلنا في سكه ايه بقول لك ارسم النورمال فورس دياجرام للفريم ارسم النورمال فورس دياجرام للفريم لا هيدخل معانا في القصه بتاعت النورمال فورس بس احنا مبدئيا بنتجاهله ده جامد دلوقتي مش مهم بالنسبه لي مهم بالنسبه لي مومنت. فانت عندك هنا ال 12 دوت ده مومنت يعني عايز مركز موجود على كاميرا فهيجيب فيكس ان مومنت قيمتها قد ايه؟ ده بقى اللي هو القانون اللي احنا قلنا عليه صعب شويه دوت محتاج انك انت تركز فيه وتحفظه اللي هو القانون ده خلاص ماشي. وانت بتحسب الفيكس ان مومنت هتلاقي واحد فيهم طلع بالصدفه طلع بزيرو وانت تعوض في الحسابات او في القانون تلاقي واحد فيهم بزيرو والتاني يطلع برقم. فهي دي فكره المسألة الرئيسية اللي هو ايه المومنت اللي جاي من كوربل. اصلا كان بعد كده بقيت الحل عادي جدا هيظهر لك بقى يعني في معادلات هتلاقي في يعني اربع مجاهيل ثيتا اي وثيتا دي وثيتا بي وثيتا سي اربع مجاهيل ظهروا لك بس احنا قلنا بالتماثل لو من غير ما افكر في التماثل يبقى عندي اربع مجاهيل لما افكر في التماثل يبقى الاربعه يتحولوا لاثنين مجهولين فاجيب علاقه ما بين كل مجهولين بحيث الموضوع في الاخر اهوت ادي العلاقتين من التماثل بحيث الموضوع في الاخر يصفي على ايه؟ على مجهولين بدل اربع مجاهيل فصفي على مجهول اولاني اللي هو 6 اي خلاص ده مجهول اولاني وبعد كده صفي على المجهول الثاني اللي هو 6 بي خلاص يبقى عندي مجهولين 6 اي و 6 بي عملت زين العزوم عن جوينت بي اهيت عملت زين العزوم هنا عن جوينت بي اللي فيها اثنين فاينل مومنت دول
وعملت تاني عزوم عن جوينت ايه اللي فيها الاثنين فاينل مومنت دول، قمنا جايبين سيتا ايه وسيتا بي، واحد فيهم طلع بوزيتيف واحد فيهم طلع نيجاتيف. يعني انا كان ده يعني نفس التصور اللي احنا كنا حاطين في الاول، وتفرد حاجه بالمنظر ده. بقول لك سيتا بي هتلف كده مع قارب الساعه، طلع صح لف مع قارب الساعه فعلا. جوينت بي لفت مع قارب الساعه صح. طب وجوينت ايه لفت ازاي؟ على الفرض احنا عاملين دوت لفت ازاي؟ عكس قارب الساعه. التصور احنا حاطينه كان طلع صح. خلاص بعد كده عوضنا بقيم سلوبس في معادلات الفاينل مومنت مره ثانيه، وجبنا بقى قيمه الفاينل مومنتس. بعد كده ايه قسمنا بين الجمت. طبعا هنا في حته هنا ايه الفكره كده على ماشي، هو في دروب حصل في المومنت. يعني ما برسم مومنت على العمود، في دروب حصل على المومنت. يعني لو جيت قلت لك المومنت قبل وبعد العزم المركز، يعني قبل وبعد العزم المركز اجيبه ازاي؟ يعني مومنت قبل وبعد العزم المركز، يعني قبل وبعد الكنتيفر، يعني 41 و53 جو منين؟ او هجيبهم ازاي؟ يعني مومنت الطرفي فانا مومنت خلاص انا عرفته حسبته خلاص، فانا مومنت الطرفي حسبته اللي فوق وتحت.